السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم كريم وصفة؟ محمد المحب، عضو المكتب المديري ديال الجامعة الملكية، رئيس لجنة الأنظمة والقوانين. سي محب، كيف كنعرفوا احتضنت مدينة أكادير هاد اليومين الجمع العام الاستثنائي من أجل مناقشة والتصويت على قوانين الأنظمة وقوانين الأساسية ديال العصاب والأندية وهذا، وكذلك جمع عام عادي اللي معروف انه كيناقش قضايا ديال كرة اليد ومناقشات وتصويت على التقرير المالي والأدبي. إلا طلبنا منك واحد القراءة في هاد الجمعين. هو بالفعل اليوم أكادير كانت على موعد مع جوج المحطات، محطة استثنائية اللي فعلا بموضوع استثنائي، ومحطة عادية اللي كان فيها بطبيعة الحال التقريرين المالي والأدبي، واللي كان المفروض يكون فيها نقاش حول الأداء والحصيلة والتكييم، يعني الجو، يعني ما هي مواقع القوة ومواقع الضعف اللي كانت في التدبير ديال الشأن ديال كرة اليد من خلال المكتب المدير. بالنسبة للمحطة الاستثنائية الأولى، ملي كنقول بأنه فعلا استطعنا اليوم كيف ما كانت الحال، استطعنا باش نجدوا الترسانة القانونية ديال كرة اليد في المغرب، واستطعنا نقفزوا محطات يعني كبيره، اشواط كبيره بالمقارنه مع داكشي اللي كان عندنا. لانه فعلا ملي كنتفحصوا القوانين والانظمه ديالنا السابقه اللي كانت لا تتعدى يعني بضع الصفحات، ولا تتعدى واحد المجموعه ديال الابواب، ولا تتعدى واحد العدد قليل من الفصول والمواد، وكانت فيها واحد النوع من كيف نقول، واحد النوع من التداخل، ما كانش فيها تبويب يعني حقيقي، ما كانش تعطي، لم تكن تغطي جميع جوانب الممارسه ديال كره اليد، لم تكن يعني كان فيها ثغرات كثيره. ملي كيكون الممارسه ديال كره اليد نجد انفسنا امام حالات قانونيه لا يعني فيها شهور، وبالتالي نملاها باي شيء ممكن، قد نملاها بتدخل من مكتب المدير اللي هو جهاز تنفيذي، قد نملاها احيانا بتدخل مكتب عصبه، احيانا كتبقى الهروب من المواجهه هو الحل الى اخره. اذا اليوم انا كنقول كيف ما كان الحال استطعنا باش ناسسوا واحد القانون، واحد الانظمه عامه اللي شبيهه وقريبه من ما هو معمول به على المستوى الدولي في كره اليد، على مستوى الاتحادات اللي كتحترم راسها وعندها واحد النوع من التطور في هذه اللعبه، بل حتى على مستوى يعني الرياضات الجماعيه القريبه من حيث الممارسه من كره اليد، ككرة القدم، كرة السلة، غير على مستوى الجامعات الملكية ديالها في المغرب. أنا كنقول بأنهم كاينة واحد الحمولة جديدة، كاين واحد التبويب جديد، كاين تطرق لمجموعة ديال الجوانب اللي كانت غائبة في السابق. اليوم أنا نقول حققنا مكتسبات أكيد على المستوى النظري، ننتظر أن نفعل هذا الشيء وأنه يكون مدخل، لأن هذا مدخل للتصحيح، ماشي هذا هو كل شيء، ماشي هذه هي نهاية العمل، ولكن اليوم حطينا يعني الارضيه اللبنه الاساسيه اللي عليها خصنا نبنيو، بمعنى يجب ان نترك الممارسه الفعل في الواقع، ويعني بالموازاه يجب ان نراجع بعض الامور وان نمحص بعض الامور اللي اليوم صادقنا عليها، واش فعلا يعني كنا على صواب ولا كنا ولا يجب. وعلاش كنت كلمت السيد الرئيس على واحد اللجنه ديال المواكبه، وهذا امر جديد. هذه بالنسبه للمحطه الاولى، وانا كنقول بان اليوم كسبنا رهان. بالنسبه للمحطه الثانيه اللي هي محطة عادية، كان فيها مفروض الحصيلة ديال الأداء ديال المكتب المديري اللي هو جهاز تنفيذي، مفروض عليه ينفذ المقررات ديال الجمعة العامة، وخصو ينفذ جزء من البرامج اللي وعد بها الناس، اللي وعد بها في الجمع العام يعني الانتخابي اللي كان دار، واللي تحط فيه برنامج عمل ديال المكتب المديري ديال اللائحة اللي فازت ديك الساعة. إذا مفروض أنه يكون تذكير بالأهداف، تذكير بالالتزامات، ثم التطرق إلى الحصيلة. دار تقرير أدبي، الحله ديالو مزيانه، التبويب الى اخره، غير انا كنت متوقع بانه يكون نقاش كبير على مستوى، ماشي على مستوى الحاصله بالتحديد، ولكن انطلقوا من بعض الامور اللي دارت. مثلا اللي كنقولوا درنا واحد الدورات ديال الفئات الصغرى، منتخبات العصاب، جات الاكادير بمناسبه يعني البطوله الافريقيه اللي كانت دارت سنه الانديه البطله، ودارت واحد النوع من، كان المفروض انه يدار نقاش على مستوى الامكانات، على مستوى القاعات دابا مجموعه الانديه بدون قاعات، مجموعه الانديه للفئات الصغرى ديالها محرومه من التدريب، مجموعه الاكراهات مطروحه. كانت هذه فرصه من خلال البرامج اللي نجزها المكتب المديري، كنا
كنا نحاولوا نطرحوا مجموعه الاشكالات اللي كانت يعني تعلمها كره اليد والفرق فلامس في هذا الشق هذا. واش ما كتشوفش معايا بانه كاين هناك تغيير لا في الخطاب ديال الجامعه مكتب المسير ديال الجامعه رئاسه واعضاء جامعيين، وكاين هناك تغيير حتى في الاستراتيجيه وحتى في المنهجيه وحتى السياسه المنهوجه في الشق هذا، بينما بالنسبه لممثلي الانديه باقي عندهم ذاك اللي كنسميه انا سبات. هو شوف استاذ انا كنقول فعلا كاين جوج الوتيرات العمل، الجامعه الملكيه كجهاز مركزي مسؤول على التدبير العام وعلى الشان العام، هو الواجهه. تطور ديال كره اليد راه مسؤوله عليه بالدرجه الاولى الجامعه، وبالتالي الوتيره باش كتشتغل الجامعه بالنظر الى ما راكمته من سلبيات، بالنظر الاختلالات اللي كانت، بالنظر التاخير في الانجاز ديال مجموعه المحطات اللي جات، هذا كنقولوا وتيره جد مرتفعه قياسا مع داك الشيء، رغم انه راه الامكانات المتوفره وكذا وكذا راه ما يمكنلهاش تعطينا اكثر من هذا الشيء، راه لو توفرت امكانات اخرى راه خص يكون العمل اكثر، خص يكون النتائج اكثر والحاصل اكثر، ولكن هذا هو اقصى ما يمكن التدبير. بالنسبه للوتيره الثانيه اللي كتمشي بها الانديه هذا راهين فعلا كاين تشكلت عندنا ثقافه ديال الممارسه ديال على مستوى الانديه باقي ما تغيراتش، بعض العقليات باقي كاين دائما الهاجس والثقل ديال غياب الامكانات وديال غياب الاطر اللي كتكون وديال ما كاينش سياسات محليه لدى النوادي كيفاش تنمي راسها، كيفاش تخلق يعني مدارس، كيفاش تخلق كيفاش تقدر تكون يعني جيل من 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 اللاعبين اللي يمكن لهم يعني ياخذوا المشعل ديال كره اليد ويمشيوا بعيد مع المنتخبات الى اخره. اذا فعلا انه كتلقى، ولكن مع ذلك بكل صراحه كاين انديه اللي من القاع ديال كره اليد المدن ومن بعض يعني المدارات الجغرافيه الصغيره اللي كتجتهد بشكل كبير وكتعطي يعني القدوه، كتعطي يعني واحد الانطباع بانه هناك من يهتم في غياب الظروف والشروط، هناك من يهتم وهناك من يبذل المجهود ليلتحق بركب الجامعه باش يكون في المستوى. وانا كنعتقد بانه هذا الورش القانوني اللي هو واخا قانوني محض، لكن المفروض انه غادي يبعث حتى الانديه وغادي يفرض عليها، لان الان كاين عقوبات كاين التزامات، الا ما درتيش الفئات الصغرى واش كاين، الا ما دفعتيش الالتزام ديالك، الا ما دخلتيش الانخراط في الوقت، الا اذا الا كاين تجميد كاين تشطيب كاين مجموعه، كاين كذلك تشجيع كاينش غير الزجر، كاين تشجيع كاين موتيفاسيون، الا درتي لي جون عندك الا اذا هذا كله اعتقد حتى الترسانه القانونيه مفروض ان تساهم في واحد الانتفاضه على مستوى القواعد بمعنى على مستوى الانديه اللي بغى يخدم. راه الان ما كاينش المبرر، مبررات الماديه هذا مساله موضوعيه يعني نقولوا كيعيشها جميع الانديه الا البعض القليل، عامه ظاهره عامه، ولكن الاجتهاد والاشتغال والانتاج هذه مسؤوليات يعني ديال الانديه، مسؤوليات تطوعيه اراديه يجب ان تؤدى يعني بكل امان. نحن بدورنا نتمنى ان تكون نتائج هذه القوانين وهذه الانظمه وهذه القرارات الشجاعه، فعلا كنعتبرها شجاعه لكرة اليد، تكون عندها واحد الآثار إن شاء الله إيجابية وتزيد كرة القدم تبوأ المكانة المستحقة ديالها ألا وهي الصفوف الأمامية لا قاريا يعني في إفريقيا ولا كذلك عربيا. شكرا جزيلا، ونتمنى حتى أنتم يعني كإعلاميين شركاء حقيقيين لهذه اللعبة، نتمنى كذلك أنه تساعدوا في هذه النهضة وهذه الانتفاضة. هذا الدور ديالنا. شكرا لك. شكرا على وجهك.